ينضم إلينا عبر سكايب من سيفاستوبول دكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية. دكتور عمار، ما الذي سيترتب على إدارة روسيا لمحطة زابوريشيا النووية؟ تحياتي سيدي الكريم. باعتقادي ان المساله يعني ممكن اعتبارها يعني طبيعيه، وهذه يعني اليوم منطقه يعني او اقليم زاباروجيا هو قد دخل يعني ضمن نطاق الدوله الروسيه، فهذه يعني المحطه تعتبر من اهم يعني المحطات النوويه ولها اعتبارات خاصه يعني في القوانين الروسيه ضمن تبعيتها يعني لوزاره الطاقه، وهناك اداره خاصه فيما يتعلق يعني في المفاعلات النوويه. لا ارى ان هذه المساله يعني ممكن ان تتجاوز يعني حدها في مجال الإدارة، وليس يعني له علاقة اليوم يعني في المسألة أو الوضع يعني السياسي، لأنه يعني قد أوعز أيضا الرئيس بوتين لرئاسة الوزراء يعني بتحديد يعني ميزات هذه المحطة وأيضا يعني إمكانياتها ومصروفاتها يعني المالية. ولا ننسى أن هذه المحطة يعني تعتبر من أكبر المحطات الكهروذرية يعني في أوروبا، وهي تمد يعني تقريبا بخمس يعني الكهرباء التي تصل إلى أوكرانيا. نعم. فالمسألة هي لها علاقة هنا يعني السؤال دكتور عمار، هل ستستمر روسيا في إمداد أوكرانيا بالطاقة من هذه المحطة؟ كما نراه يعني لغايه الان يعني العمليه هي مستمره، وهناك ايضا لا ننسى امورا يعني تقنيه في قطع يعني الكهرباء او مد يعني او ايقاف حتى يعني هذه المفاعلات النوويه التي تعمل باعتقاد يعني اثنان فقط منهما. فالمساله يعني لغايه الان هي جاريه وتمد يعني اوكرانيا بالكهرباء من هذه المحطه، لكن هنا يجب التنويه ايضا الى المخططات الاوكرانيه من قبل يعني القوات العسكريه في عمليه جمع معلومات للمحطات يعني والتوجه للمحطات الكهرومائية، والتي تمد محطة زاباروجيا يعني بنظامها التبريدي، وهناك يعني احتمالات استفزازية لإغراق يعني محطة زاباروجيا كما رأينا يعني استهدافها الكامل، استهداف الصاروخي بأسلحة أمريكية من قبل القوات الأوكرانية. بعد أن أتمت موسكو جميع أشكال الضم لبعض المناطق في أوكرانيا، الأشكال القانونية والدستورية، أصبحت الآن هناك معارك على الأراضي الروسية. ما هو التصرف الآن من جانب موسكو تجاه هذه العمليات التي تتم من الجانب الأوكراني داخل أراضي الآن أصبحت أراضي روسية كما أقرت موسكو فقط؟ ممكن الحديث سيدي انه منذ اليوم يعني الخامس من هذا الشهر يعني هي قد دخلت تماما في ضمن كيان الدوله يعني الروسيه. باعتقادي سيتغير يعني الكثير ناهيك عن المسائل يعني الاداريه والقانونيه، لكن فيما يتعلق يعني في يعني الوضع العسكري ممكن ان نرى ان هناك تغييرا يعني في قواعد الاشتباك العسكري، وهذا يعني قد صرح عنه يعني في السابق اننا كنا في بدايه يعني الحمله كان حملة عسكرية لحماية منطقة أو سكان منطقة الدنباس وأهداف أخرى، لكن اليوم هو الدفاع عن الأراضي الروسية. فباعتقادي سيطرأ الكثير من المتغيرات خلال الأيام القادمة من خلال يعني ما نراه من تموضع يعني عسكري وخروج من بعض المناطق للقوات الروسية. ومن الصعب اليوم يعني الحديث عن حسم عسكري أو كما يروج يعني في الإعلام الغربي أن التقدم الأوكراني في أكثر من منطقة وأن المسألة قد حسمت. باعتقادي سنرى الكثير وممكن يعني من المفاجآت في الأيام القادمة أو الأسابيع القادمة. بعض التقارير الصحفية تحدثت عن تحركات لبعض المعدات المتعلقة بالأسلحة النووية من جانب روسيا، منها غواصة ومنها بعض المدرعات وخلافه. ما صحة هذه المعلومات أو ما الذي يقال عنها في روسيا؟ لا اعتقد ان هناك يعني مصداقيه لمن روج لمثل هذه يعني المعلومات، وراينا ان مصطلح يعني النووي قد روج له يعني وكثف في الاعلام الغربي بطريقه يعني غير طبيعيه في المراحل الاخيره. باعتقادي الهدف منه يعني هو اعلامي لتاجيج يعني الراي العام الدولي والاتجاه يعني مره اخرى لشيطنه روسيا، وان الحديث يجري عن يعني الدوله تريد تدمير
كبير العالم. روسيا يعني لقد صرحت أكثر من مرة يعني من خلال قادتها بأن هناك عقيدة عسكرية نووية، وفقط يعني نرجو من الجميع العودة لقراءتها. وهناك يعني الأسباب التي توجب التحرك يعني النووي أو استخدام السلاح النووي. روسيا هي ليست بحاجة يعني في أوكرانيا لاستخدام مثل هذا السلاح، كان تكتيكيا أو استراتيجيا، لكن اليوم تفعل يعني ضمن المربعات الإعلامية. شكرا دكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا من سيفاستوبول.